اليوم مجلس التطوير الاقتصادي الاجتماعي يطلق نتائج المسح الميداني لحالة الشباب الليبي. يعتبر هذا المشروع نقطة فارقة في صنع السياسات المتعلقة بالشباب وأيضا وضع البرامج الخاصة بالشباب، لأن لطالما عانينا من مسألة عدم توفر البيانات الخاصة بالشباب، ولطالما كانت المقاربة دائما تأتي من بيانات العمل أو الاقتصاد أو ولكن ليست بيانات خاصة بالشباب في حد ذاتهم. طبعا النتائج كانت متنوعة، منها بعض النتائج الصادمة والتي تتطلب منا وقفة جادة، خاصة فيما يتعلق بصحة الشباب وعلاقتهم بالمخدرات أو بالسلاح وهذه وقضاء أوقات فراغهم. هناك جوانب أخرى تعطي أمل وإيجابية مثل التماسك الاجتماعي وأيضا وضع الأولويات وتطلعات الشباب الليبي ومسألة الجانب التعليم، فهناك يعني تفاوت في هذا الجانبين. وفي كل الأحوال هذا العمل يتطلب أن يرتقي إلى وضع استراتيجية وطنية لتمكين الشباب حتى تكون هذه النتائج أساس لهذه الاستراتيجية وتتكاتف ويتم العمل بشكل جماعي مع القطاعات المعنية لوضع هذه الاستراتيجية ووضع المستهدفات والخطط التنفيذية لتختتم بتخصيص الإمكانيات اللازمة لتنفيذها وتكون موضع نفاذ إن شاء الله.